اشتباكات مستمرة بين الحملة الأمنية ومسلحين تابعين لأبو العباس. هل المحافظ والجيش جادون هذه المرة في تمكين مؤسسات الدولة وتطهير المدينة من العصابات؟ أم ستكون نصف حملة كما هي العادة؟ ثم يعود أمراء الحرب لترتيب صفوفهم من جديد. أهلا بكم. منذ أيام انطلقت حملة أمنية أطلقتها اللجنة الأمنية بقيادة المحافظ نبيل شمسان وقيادة محور التعز لملاحقة عناصر مطلوبة مرتبطين بأبو العباس. واتهم بيان لشرطة تعز كتائب أبو العباس بالتستر على المطلوبين ومهاجمة مقار الأمن في المناطق التي يتواجدون فيها. وعقدت اللجنة الأمنية اليوم اجتماعا حمل مسلحي أبو العباس مسؤولية رفعهم السلاح على قوات الجيش، وأمهلهم 4 ساعات لتسليم أنفسهم بحسب البيان الصادر عن الاجتماع. الفوضى الأمنية سيد المشهد في تعز في ظل تكرار الإعلان عن حملات أمنية، بينما تستمر المجاميع المسلحة في السيطرة على تعز وتقاسم مربعاتها. اشتباكات عنيفة منذ فجر الخميس بين قوات الحملة الأمنية وعناصر مسلحة خارجة عن القانون تابعة لأبو العباس في تعز. قيادة المحافظة أعلنت حملة أمنية للقبض على مطلوبين يتستر عليهم أبو العباس بحسب بيان شرطة تعز. عناصر أبو العباس الذين يمتلكون سلاحاً ثقيلاً كأحد مظاهر الحرب الدائرة منذ 4 سنوات ووكيل مباشر لأبو ظبي، يستولون على مناطق واسعة في المدينة القديمة ويواجهون الأجهزة العسكرية والأمنية بالسلاح. بيان شرطة تعز قال إن العناصر هاجمت مقر قسم الجمهوري وأمطرته بوابل من الرصاص، واتهم المسلحين باستهداف معظم الشوارع والأحياء السكنية بمختلف الأسلحة واقتحام منازل المواطنين في وادي المدام وأسفل قلعة القاهرة. وقيلوا كمقطوع والدم الدم، ماشي تضيط الدم، قلت له عشان لا تضحكش عليها وامسك الكاشف الدم انت وانزل صيانة. مصادر ميدانية قالت إن الاشتباكات الدائرة اليوم أودت بحياة الطفل هاشم العيزري، وأصابت 7 أطفال آخرين جراء توسع الاشتباكات. المواطنون طالبوا المحافظ نبيل شمسان وقيادة السلطة المحلية بتحمل مسؤولياتهم إزاء الاختلالات الأمنية وتخليصهم من الرعب والموت الذي يكسو المدينة القديمة. اللجنة الأمنية منحت المسلحين مدة ساعات كمهلة لتسليم أنفسهم، الأمر الذي يعني احتمال تصعيد الوضع في الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون خلال الساعات القادمة. ليست هذه هي الحملة الأمنية الأولى، فقد سبقتها حملات عدة لم تصل إلى النهاية المطلوبة نظراً لما رافقها من تجاذبات سياسية تضطر بعدها السلطات الأمنية لإيقاف الحملة، وتبدأ بعدها دورة جديدة من العنف والانفلات الأمني الذي يبدو وكأنه مرتبط بأجندات سياسية يتداخل فيها المحلي بالخارجي. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي العقيد سمير الأشبط المستشار الإعلامي لمدير أمن تعز عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون. بداية مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور، أهلا بك وبمشاهديك الأكارم. أهلا بك سيادة العقيد سمير، وأود بداية أن أسألك عن أسباب تجدد المواجهات في أحياء المدينة القديمة وسط تعز اليوم. طبعا تعلمون جميعا ويعلم المشاهد المحلي والخارجي بأن الأخ المحافظ أوقف الحملة التي قامت من أجل القبض على قتلة الشهيد محمد المحمودي، وقتلته بدم بارد في وضح النهار دون أدنى احتكاك، وكان يؤدي واجبه عندما ذهب إلى المتهم الرئيسي أو المتهم الذي استخرج أمر قبض من النيابة، فكان الاعتداء واضح والجريمة مشهودة، وتحركت الشرطة وحسب القانون وأرادت أن تقبض على من قتل
الضابط، ضابط الشرطة، قائد الحملة التي كلفت من قبل القضاء، إلا أنه تم الاحتماء والتمترس خلف زملائهم من الكتيبة الخامسة التابعة للواء 35، فكانت مقاومة شرسة، وكانت المقاومة يعني بجميع الأسلحة سواء كانت الخفيفة أو المتوسطة. نعم. الأخ المحافظ تدارك المسألة ووقف الحملة على أساس واشترط أن يسلموا المطلوبين. المطلوبين معروفين، القتلة معروفين، نحن نبحث عن القاتل لا نبحث عن سواه، لكن أمهلهم لفترة معينة، لم يلتزموا بالمهلة المحددة من المحافظ، وأنا أعتقد بأن عدم التزامهم هذا تمرد واضح على سلطة المحافظ، وتمرد واضح على المؤسسة الدولة في تعز. بعد بدلا أن يسلموا القاني، حشدوا وجمعوا ورتبوا صفوفهم، ثم هجموا على المقرات الأمنية وعلى النقاط الأمنية، وهجموا هجمة شرسة كانت نتيجتها أنها إلى الآن ما زالت مستمرة. نعم، إذن هناك مذكرة سيادة العقيد أيضا تداولها ناشطون على وسائل الإعلام للمحافظ نبيل شمساني في صلته باجتماع اللجنة الذي حدث اليوم وما اتخذته من قرارات دون علمه، ويؤكد على التزام بتوجيهاته السابقة بوقف إطلاق النار. ما صحة هذه المذكرة وكيف تردون عليها؟ هذه المذكرة صحيحة فعلا، لكن ما زال المحافظ متمسك بإيقاف النار وتسليم الجنات، تسليم المجرمين الخارجين على النظام والقانون، القتلة. نحن وقفنا إطلاق النار، نعم، والتزمنا وانصاعت الأجهزة الأمنية لمحافظ المحافظة الذي هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، وهو الرجل الأول وهو ممثل رئيس الجمهورية، لا نقول فيه شيء، والأستاذ نبيل من الشخصيات الوطنية المعروفة، لكن نقول نحن التزمنا، بينما الطرف الثاني تمرد عن تعليمات المحافظ وظن نفسه أنه فوق. يعني هو أعطاهم مهلة 4 ساعات، ما الذي حدث بعدها؟ أعطى مهلة، واللجنة طبعا عندما اجتمعت كان المحافظ غير موجود، وأنتم تعلمون أنه في عدن التدهور الأمني، الاشتباك الداخلي، التحشيد الخارجي من قبل الجماعة الانقلابية، هم يستغلون الصراعات الداخلية من أجل الانقضاض على تعز، وهم صراحة يضحكون وسعداء لأن هناك من يعني يعارض الدولة ومن لا يستجيب للدولة في داخل المدينة، هم يحشدون في الخارج، ومجموعة خارجة عن القانون تواجه الدولة وتواجه الأجهزة الأمنية في الداخل. فكان يجب على اللجنة الأمنية في المحافظة أن تجتمع، ولأن رئيس اللجنة الأمنية غير موجود محافظ المحافظة، هناك نائب رئيس اللجنة دعا لاجتماع في يوم السبت، ثم اجتمعوا وأقروا، يعني المحافظ قبل الإقرار قال لهم سأطلع وسنجتمع معا إن شاء الله، لكنه شغل، ثم اجتمعوا مرة أخرى لأن الوضع يتدهور، ثم وقع جميع الوكلاء مع قيادة المعسكرات بطلب المحافظ بالطلوع، لكن لم يتسنى له الطلوع، فكان واجب على اللجنة أن تقف موقف وطني، موقف لحقن دماء أبناء تعز.
فاجتمعت وخرجت بالتوصيات الأخيرة وهي المهلة للخارجين عن نظام القانون المتمردين على أوامر المحافظ بأن تمهلهم مرة أخرى يعني يوم أو 4 ساعات ثم ستتخذ الإجراءات الحاسمة. فوجئنا بهذه الورقة وأعتقد أو هذه المذكرة، وأعتقد أن المحافظ عندما أرسل هذه المذكرة له رأي آخر، وهذا الرأي نحن نحترمه ونجله. يعني بهذا الشكل هل نستطيع القول أن هناك انقسام في السلطة المحلية؟ يعني لم تستطيعوا أن توحدوا القرار في ظل ما يحدث في تعز؟ أقول أنا صراحة قد يكون هذا المفهوم هناك تضارب بهكذا يظهر، لكن أنا أقول أن هناك وجهات نظر، وهذه وجهات النظر تريد أن يعني بالهدف الأخير تحقق. نعم اسمح لي سيادة العقيد، وجهات النظر قد يمكن تفهمها في حال اختلاف على أموال، في حال اختلاف على أراضي، في حال اختلاف على أي شيء، يمكن أن على آراء، على فكر، على أي شيء، لكن هناك دماء تسفك، يعني هل يعقل أن يكون هناك وجهات نظر في دماء تسفك؟ الوجهة النظر كيف نجعل حد لهذه الدماء اللي تسفك، يعني مش وجهة نظر في الدماء، ولكن كيف وجهة النظر أن نمنع حصول دماء أكثر، نمنع توسع الرقعة أكثر، وهذا أعتقد هو المفهوم من اختلاف وجهة النظر، وليس في قضية الدماء والأرواح التي تسفك. نعم، إذن ما مدى توقعاتك لتجاوب هؤلاء الخارجين عن القانون المتمردين المسلحين لهذه المهلة التي أعطيتموهم إياها؟ يعني ربما ليست هذه المرة الأولى التي يعطون فيها مهلة. توقعاتي أن هؤلاء لا ينفع معهم مهلة أو اثنتان، لأن هؤلاء لديهم في رؤوسهم هدف، وهذا الهدف لن يحقق إلا إذا أثاروا البلبلة وجعلوا المواطن في مدينة تعز عرضة للقتل وعرضة للقنص وعرضة للموت في أي وقت وأي حين. لا يأمن القذيفة التي ستأتي من خارج تعز، ولا يأمن القنص الذي يأتي من داخل تعز. لو تصوروا أن القنص هذا نال الأطفال والنساء وكذلك الشيوخ وكذلك حتى المستشفيات، تصوروا أن تضرب مستشفى الجمهوري في غرفة العمليات، الغرفة التي يدخل الإنسان إليها وهو ينتظر الحياة، فإذا بها تهاجم وكأنه يقول لا ينبغي لك أيها المواطن التعزي أن تعيش، وسأهدم وسأخرب كل ما يعني لك حياة يعني في تعز. نعم، ألا تعتقد سيادة العقيد أن مسألة يعني إطلاق حملة أمنية ثم التوقف في منتصفها، دماء جديدة تسفك، يعني إعادة لمربع الصفر، وكأن أمرا لم يكن؟ سأستمع إلى إجابتك بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عمر الحميري الناشط الحقوقي من تعز. مساء الخير أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. نعم. معنا. نعم، أود أن تحدثني عن أهلا بك، تحدثني عن كيف هي الأوضاع الأمنية في تعز؟ هل لديكم أي إحصاءات عن الضحايا من المدنيين؟ نعم، هل تسمعني أستاذ عمر؟ نعم، إذن أعود إليك سيادة العقيد، كيف تجيبني على مسألة توقف الحملات الأمنية دائما من منتصفها؟ نسمع عن حملة أمنية ثم تتوقف، يصيح الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعضهم يقول إما أن تستمر حتى النهاية أو لا تبدأ، وبعضهم يقول لما أصلا هذه الحملة، هناك هم مختبئون بين المدنيين، كيف يمكن تجاوز كل هذه الأخطاء؟
طبعا انت تعلمين ان الخارجين على القانون هم يعني يسكنون ويقنطون في بيوت مدينة تعز القديمة، وهي شوارع ضيقة وشوارع يعني بيوت متهالكة، وقد اسمها قديمة، مدينة تعز القديمة. عندما تنطلق الحملة لملاحقة المجرم القاتل، يأوي إلى زملائه وإلى رفقائه من الذين هم منفلتين عن الكتيبة الخامسة في اللواء 35، ويبدأ بمناصرته وبمؤازرته وبمقاتلة الحملة الأمنية. طبعا الحملة الأمنية يهمها أرواح الناس، الحملة الأمنية يهمها المواطن البريء الذي يحب أن يعيش بأمان واستقرار، ولا يحب أن تسفك دمه بدم بارد كما يتعامل معه الخارج عن القانون. ولهذا هناك بعض الأطروحات أنه يجب ألا تكون الخشونة هي الأصل، وأن مسألة التفاوض، وبالذات لأننا نعتبر أن الإخوة في كتيبة أو كتيبة الكتيبة الخامسة في اللواء 35 هي رفيق سلاح، وهي يعني تعد من الجيش الوطني، والأصل أن تنصاع لأوامر السلطة المحلية، والأصل أن تتجاوب مع الجهة الأمنية للقبض على المجرمين. لكن لا أدري لماذا لم يتجاوبوا، بالرغم أننا نتمنى أن يكونوا رجال دولة كما يعني ينبغي لهم أن يكونوا، والأصل أن يتفاعلوا معنا وأن يقبضوا على المجرم ويسلموه ويحقنوا دماء الشارع التعزي والمواطن التعزي. لكن أقول توقف الحملة هي مراعاة لدماء المواطن في تعز. نعم، إذا عاد إلينا عمر الحميري. سأعود إليك سيادة العقيد. مساء الخير عمر. مساء الخير كريمة، مساء الجميلة، وتحية لمشاهدي قناة بلقيس الكرام وضيوفك الكرام. أهلا بك، وأود أن تحدثني عن الأوضاع في تعز، هل لديكم أي إحصاءات عن الضحايا من المدنيين؟ في الحقيقة لا توجد إحصائيات دقيقة حول ضحايا المدنيين، ولكن فعلا يوجد هناك ضحايا. يوجد شاهدنا جميعا أحد الأطفال ضحية هذه الأحداث. أيضا هناك امرأة تم قتلها بالأمس في شارع دمان. هناك أيضا حسب التصريحات تم الصحافة أن هناك جندي في مستشفى الثورة أحد الحراسة. هناك ضحايا طلقات عشوائية، هناك عدم مراعاة للمدنيين. ما لا نعلم حتى الآن من هو المتسبب في سيادة المدنيين، ولكن هذه الحملة الأمنية تواجه بقوة من قبل الخارجين عن القانون ومن قبل أفراد يستخدمون أسلحة ثقيلة وأسلحة ربما لم تلقاها إلا جيش. بالتالي هناك ضحايا. نعم، الحملة الأمنية تقوم بواجبها الوطني وتحاول قصف سيطرة الدولة، وهناك مقاومة شرسة لهذه الحملة الأمنية، ولكن بفعل الظروف البيئية وبفعل الازدحام السكاني في المدينة القديمة هناك ضحايا وهناك مخاوف من تزايد هؤلاء الضحايا. أنا محمل رسائل من العديد من المواطنين، وهناك مخاوف، هناك قلق كبير لدى المواطنين، هناك مناشدات، هناك حالات إنسانية صعبة، كثير من المنازل تعرضت لطلقات نارية، كثير من المواطنين يشتكون انهم لم يستطيعوا الخروج منذ النهار منذ بدايه الصباح. هناك مرضى، هناك عجائز، هناك اطفال. هذه الحالات نسمعها ونسمع مناشدتها، ولكن ما العمل؟ نحن نطالب الحمله الامنيه ان تكون اكثر مراعاه للمواطنين، ولكن كيف نطالب الخارجين عن القانون بان يراعوا المواطنين وهم الذين يتمدرسون بهم وهم الذين يتحركون من جوار منازلهم ويحملون الاسلحه الثقيله ضد الدوله؟ نحن لا يمكن التخاطب مع هؤلاء الافراد الخارجين عن القانون الا بلغه القانون وبالحزم والحسم، ولكن هناك مسؤوليه على الحمله الامنيه، وهناك مسؤوليه على القياده السياسيه في المحافظه ان يكونوا اكثر حصافه، وان يكونوا اكثر دقه، وان لا يستخدموا العنف المفرط تجاه
حول الخارجية عن القانون رعاية للمواطنين والمدنيين، وهذه مسؤولية. ونحن نطالب أيضا هذه الحملة الأمنية والسلطات السياسية أن تقوم بتبني خطط أخرى أكثر دقة. نحن نستغرب عندما يكون هناك عصابات اغتيال تقوم عبر فرق رصد وعبر فرق متابعة ميدانية وفرق تنفيذ تنفذ عمليات الاغتيال بدقة واحترافية، بينما يفترض أن تقوم الدولة بنفسها بالدور أكثر كونها لديها إمكانيات. نحن نتمنى من الدولة أن تقوم باستهداف القتلة ذاتيا وبأدوات أكثر حنكة وأكثر مهارة وأكثر مهنية، وأن تحاول ابتكار أساليب جديدة. الحملات الأمنية ربما تؤتي القليل من الثمار والنتائج، ولكن هناك ضريبة باهظة يدفعها المدنيون. ونحن نتمنى من السلطات السياسية أن تراعي هذه الجوانب الإنسانية، ولكن هناك أيضا مشكلة عن استمرار خارجين عن القانون خارج المنشآت العقابية وبين أوساط المدنيين. أيضا يقاوم الضريبة، ضريبة الانفلات الأمني، وهناك العديد من الضحايا أيضا مستمرون لدينا سنوات من الانفلات الأمني وخروج هؤلاء الأشخاص على الدولة بسلاحهم، ولكن الضريبة كبيرة جدا. وبالتالي نحن في أزمة فعلا، المسألة معقدة ولا يمكن تناولها ببساطة، وبالتالي فإن الدولة هي مجبرة أصلا على اتخاذ إجراءاتها، وبالتالي هناك ضحايا فعلا، ولكن نطالبهم بأن يكونوا أكثر حرصا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عمر الحميري الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك سيادة العقيد. سيادة العقيد، يعني هناك مطالبات للحملة الأمنية أن يعني تكون أكثر قوة للإمساك بهؤلاء القتلة، ولكن في نفس الوقت ربما مطالبتها بالحفاظ على المدنيين أمر مقبول، ويعني هي تتجاوب مع هذا الأمر، لكن كيف يمكن مطالبة هؤلاء المارقين بالحفاظ على المدنيين وهم أساسا يتم استهدافهم بشكل متكرر؟ طبعا عجبني تعبيرك المارقين، المارقين الخارجين عن القانون، هؤلاء المتمردين عن أوامر السلطة المحلية، وأوامر السلطة المحلية يعني أوامر الدولة، أوامر رئيس الجمهورية، لكنهم بالأخير متمردون لا يعترفون بنظام ولا بدولة، وإذا كانوا يعترفون نظاما أو دولة لكانوا سلموا القاتل وكانوا عونا لنا بالقبض على القاتل الذي سفك دما يعني ببرودة أعصاب، ولجأ لزملائه فقاموا يناصرونه مناصرة كأنهم يناصرونه على حق، وغفلوا أنه أزهق روح بشر بريء لا قام يؤدي واجبه. أقول هكذا، أقول أن القانون الدولي والقانون الإنساني والشرعي وأي قانون يقول أنه هذا الإنسان الذي يجعل المواطنين الأبرياء دروع بشرية له يحرمه القانون، ويحرمه القانون أن يقاتل من يعني جوار بيوت وأزقة الحواري بيوت المدنيين. لكن أقول الحملة الأمنية لهذا عندما توقف وثم تتحرك وتوقف، هي تراعي مسألة الحفاظ على أرواح الناس. لأن لو أصور لكم أنا ماذا يحدث في المدينة، ماذا يحدث في المدينة؟ لا، مش معقول أن إنسان ينتمي لهذه المدينة يجعل هذه المدينة عرضة حتى تشويه سمعتها. ما الذي يريدونه يعني بالضبط إذن؟ نعم، يعني سيادة العقيد، يعني ما تحدثني شيء مؤلم، ربما أنت ترى بالعين المجردة، نحن تصلنا بعض الصور وفعلا نتألم لما يحدث لهذه المدينة. ما الذي يريدونه هؤلاء الخارجين؟ هل الاحتفاظ بالأسلحة والتمركز في أماكنهم وعدم، يعني بالضبط ما الذي يريدونه؟ هل فهمتم ما الذي يريدونه؟ طبعا هؤلاء، طبعا أنا لا أعمم، دائما أقول في كل مقابلاتي أنا لا أعمم على الكتيبة الخامسة وعلى جميع القيادات في الكتيبة الخامسة،
ولا أقول إلا هناك أناس نرفع لهم القبعة، ودائما بالبرنامج السابق قلت أرفع لهم القبعة لأننا قاتلنا معهم، لكن هناك أناس لديهم أجندات ويبدو أنهم مرتبطين بأجندات خارجية. إيش معنى أن يضرب وأن يخترق الأمن في تعز وأن تقصف الميليشيا الحوثة من الجانب الآخر؟ ماذا ما هو التفسير؟ لماذا 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 يتزامن ضرب الحوثي بالقذائف الهون ويتزامن قنص المواطن داخل مدينة تعز؟ من المستفيد؟ من المستفيد؟ يجب على الإخوة في قيادة هذه الكتيبة أن يتقوا الله في مدينة تعز، أن يتقوا الله في الأبرياء والأطفال. الطفل قنص في تعز من هؤلاء الذين ينادون أنقذونا، يحرقون الإطارات في المدينة حتى يشعروا الآخرين بأن المدينة قد احترقت. ما هذا؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن يظهروا أو يريدون تنفيذ أجندات، والأجندات هذه معروفة لدى الجميع. نعم، إذن سيادة العقيد شكرا جزيلا لك سمير الأشبط المستشار الإعلامي لمدير أمن تعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد عثمان رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح بتعز. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن بداية، ما هو موقفكم كأحزاب سياسية مما يحدث في تعز اليوم؟ حقيقة موقفنا كأحزاب سياسية وموقف المواطن في هذه المحافظة هو دعم الحملة الأمنية ودعم جهود السلطة المحلية لإنهاء هذه الظاهرة التي استعصت أو التي شكلت خطرا يهدد سقوط المدينة في الفوضى وفي عصابات خارجة عن القانون. ولكي طبعا نعرف هذه المشكلة يجب علينا أن نعرف الفقرات والمحطات التي مرت عليها هذه المشكلة. طبعا المشكلة بدأت منذ فرق الاغتيالات التي اغتالت أكثر من 250 فرد من أفراد الجيش الوطني وهم عائدون من الجبهات، وكان هذه الاغتيالات تمثل وجعا للمواطن وقلقا للسكينة العامة. عندما جاء المحافظ أمين محمود في محافظة لتعز أراد أن ينجز منجزا مهما هو السيطرة ودخول هذا المربع الذي كان يقال أن فيه جماعات إرهابية لا تنتمي لأي جماعة ولا أي شكل معترف به شرعي، وفعلا حققت هذه الحملة الأمنية نجاحا باهرا. وبعد يومين أوقفت الحملة الأمنية من قبل الأخ المحافظ عندما تدخل أبو العباس بأسلحته الشخصية وظهر على الملأ في الإعلام يقول أن هذا المربع هو مربعه وأن المحافظ أو الدولة عليها أن تستأذن إذا أرادت أن تدخل هذا المربع. وطبعا هذا موقف تصريح كان مذهلا ومعلن أن كتاب العباس لا تعترف بالدولة وتحاول أن يكون لها كنترونات خاصة. نعم، لكن هذه الكتيبة ما زالت محسوبة على اللواء 35، يعني ما يستغربه أي متابع للأحداث، لما لا زال هناك غطاء عسكري لهذه الكتيبة الذي ظهرت على الهواء مباشرة لتتحدث أنها لن تقبل بأي شخص يدخل إلا بإذنها وأن هذا المربع هو مربع خاص بها؟ نعم، هذه هي الإشكالية التي دعاني منها في الشرعية، ولهذا السؤال يجب أن يوجه بالأساس إلى الشرعية وقيادة الجيش الوطني وقيادة الجيش، السؤال هو الذي يجيب عنه. لكن نحن نريد أن نتخلص من هذه المدينة من هذه الإشكاليات، وفعلا جرى كثير من المحاولات لتخليص المدينة بنفس المحافظ أمين محمود عندها حاول، يعني اجتمع قادة الجيش وأبو العباس نفسه وقعوا اتفاقا بإشراف المحافظ أمين محمود على أن يخرج أبو العباس إلى الكدحة. الكدحة هذه هي المنطقة التي فيها الجبهة الذي يحارب فيها الحوثي وهي وظيفته الأساسية. وقعوا واتفقوا جميعا، وقع أبو العباس وخرج إلى على أن يخرج إلى الكدحة، لكن بعد شهر عاد ورفض الخروج ويعني عاد من جديد بتجميع أسلحته وأعتاده. هذه مشكلة يجب أن تحل حل جذري. هناك طبعا نوع من التداخلات، لأن هناك أطراف داخل الشرعية وداخل تعز أحيانا أو شخصيات ما لا تؤمن بسياسة الدولة أو
تتعامل مع سلطة الدولة كأنها لعبة من اللعبة العادية التي تريد أن تعمل نوع من التوازن مع الجيش الوطني، ولهذا كثير من الأصوات تحرص أن تسحب. نعم نعم. إذن أستاذ أحمد، يتم اتهامكم أنكم طرف في هذا الصراع كحزب الإصلاح داخل المدينة، كيف ترد على هذه الاتهامات؟ طبعا اسمحي لي كثير عزيزة أن أقول لك أن هذا الاتهام هو جزء من استهداف الدولة والشرعية داخل تعز، هم يستهدفون الدولة والجيش الوطني، ولهذا هم يرون أن الإصلاح هو عنوان لإخراج الجيش الوطني والسلطة والأمن من كونه جيش وسلطة معين بقرارات جمهورية إلى أنهم ميليشيات حزبية، ولهذا هم يحرصون كثيرا على تسمية الجيش بأنه عبارة عن ميليشيات الإصلاح والحشد الشعبي والأمن، وهذه هؤلاء هم الذين يحاولون أن يسقطوا فكرة الدولة تعز بعضهم لأهداف حزبية قصيرة النظر للأساس، ولا يعلمون أن هذه الفكرة إسقاط الدولة هو تستعود بالضرر على تعز. الإصلاح حزب سياسي لا إشارة له، هو حزب من الأحزاب السياسية في التحالف السياسي له رؤى سياسية، لكنه لا علاقة له بالجيش ولا علاقة له بالأمن ولا قرارات الأمن والجيش، لكن الفكرة من أساسها هي فكرة تستهدف الدولة وتستهدف الإصلاح من أجل اجتمالة أو استدعاء. إذن لما أعتقد كونكم كأحزاب سياسية أستاذ أحمد متفقون على أمن تعز وخروجها من هذه الدوامة ومن الصراع الذي الدائر فيها، ولكن لما يترك يعني أفرادكم على شبكات التواصل الاجتماعي لتأجيج المسألة ولخلق الانقسامات والتراشق بالتهم بشكل مباشر أو غير مباشر؟ نحن متفقون جميعا على أن تعز، لهذا حتى المحافظ نبيل الأستاذ نبيل شمسان عندما جاء على الحملة الأمنية وأوقف الحملة الأمنية وعمل فريق من الوكلاء والمسؤولين المشهود لهم بالوطنية في تعز ومكثوا أياما وعملوا تقرير قبل أسبوع، ظهر هذا التقرير ورفع بقرارات بالإجماع بأن على ابن عباس أن يسلم المطلوبين وأن عليه أن يزيل المسارح داخل المدينة وأن يخرج الكدحة تنفيذا للقرارات. هذه القرارات اللجنة الأخيرة لا تستهدف أبو العباس ككتيبة تبع الجيش، وإنما تستهدف إنهاء هذه الإشكالية والتداخل وإنهاء وجود الأسلحة داخل المربع الأمني. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي هي تمثل المشكلة، أن هناك نحن حريصين على أن نؤجج القضية ولا نناكف، لكن هناك بعض الأطراف وبعضهم قيادات معروفة تحاول أن تستهدف الإصلاح بمقالات وتقارير. تعلمين أن التواصل الاجتماعي فضاء مفتوح، لهذا تكون الردود من بعض أفراد الإصلاح غير أحيانا المنضبطين أو بعيدين عن الإصلاح، لكنها ردود نتيجة الهجوم على الجيش والهجوم على الإصلاح، الهجوم المنهك على الإصلاح. نحن مطيصين وندعو من هذا المنبر كل إصلاحي وكل شاب أن يبتعد عن المناكفات، لأن الأمن تعز أهم، ووحدة الأبناء تعز مهمة، وحدة الأحزاب مهمة، ولهذا شكراً أن يحاول أن يبتعدوا عن المناكفات وعن المعنصر. إذن شكراً جزيلاً لك أستاذ أحمد عثمان رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وينضم معنا عبر سكايب الدكتور عبد القادر الجنيد المحلل السياسي من كندا. مساء الخير دكتور عبد القادر. اهلا اختي آسيا، والله يكون في عونك على هذه الحلقه الساخنه. وانت تتكلمي الان الوسائط الاجتماعيه مشتعله بين مع وما بين ضد. نعم يعني الله يعين اللي هم في الارض يا دكتور، يعني صحيح احنا بيوصلنا حريق الدم ايا كان وبنتالم على تعز ان يصل بها الحال الى هذا الحد، ولكن من هم في الارض؟ هم من يكتوون بهذه النار بطبيعه الحال. كيف يمكن فهم ما يحدث داخل هذه المناطق المحرره دكتور عبد القادر في اليوم في الوقت الذي تدور فيه مواجهات بين الاجهزه الامنيه وبين كتاب أبو العباس، يضرب الحوثيون مدرسة طالبات في تعز؟ والنقطة الثانية أهم حاجة، هم هؤلاء الناس التي تشتعل المعارك بين بيوتهم وفي حاراتهم وشوارعهم الضيقة في مدينة جبلية ملتوية مليانة ملاوي ومليانة معاصر.
الأصوات حق القذائف والرصاص تتضاعف عشرات المرات داخل المدينة هذه. والمنكوب الأكبر هم الناس العاديين، أول حاجة حياتهم تعطلت تماما، ولا قادرين يشتروا أي حاجة لقوتهم اليومي أو ماء أو وقود أو غاز أو أي شيء، بجانب الخوف على حياتهم، وبجانب أنه لو حصل إصابات ما فيش إسعاف ولا في أي شيء. إذن صح معك حق، النكبة الكبرى هم أهالي المدينة القديمة في تعز، وهذول أنا ولائي الأكبر وانحيازي الأكبر لهم. بعد كذا ندخل لسؤالك المباشر. أول حاجة، هذا مسلسل، هذا أصبح مسلسل في تعز، هذه مش حادثة فريدة ولا أول مرة. أول مرة ابتدأت في سنة 2014، كانوا السلفيين وأبو العباس في عادهم في سوق الصميل وفي حوض الأشرف بيحاربوا الحرس الجمهوري وحمود سعيد والإصلاح عند الموشكي وعند الروضة بيحاربوا الأمن المركزي، وفي نقطة التماس عند عساق كانوا بيختلفوا، كانوا الفريقين سميهم الأخوة الأعداء بيختلفوا. إذن إحنا معانا مشكلة أصلاً من 2014، مش من اليوم، من أول ابتداء عاصفة الحزم. بعدين زاد الاختلاف وسابوا حافة الكامب وسوق الصميل وراحوا للجمهوري، وانتهى تماماً دورهم في حوض الأشراف. وبعدها عملوا أعمال جيدة جداً الطرفين، أصحاب جبل قرة وأصحاب الروضة وأصحاب الموشكي رفعوا رأسنا، اللي كانوا يعتبروا الإصلاح وحمود سعيد المخلافي، وأصحاب أبو العباس والسلفيين عملوا أشياء عظيمة في الجمهوري وفي سعيدة القمط وفي البقلية وفي القحملية. من اللي حرر القحملية؟ هم السلفيين وأبو العباس، وكانوا دائماً يهدأوا شوية ويرجعوا يتضاربوا شوية، ويهدأوا شوية ويرجعوا يتضاربوا شوية. النقطة الثانية لازم مهم نسميها بعد كذا، كيف حصلت استقطابات من خارج. نعم. بالتدريج أصبح معروف مليح نسميها آسيا الأشياء بأسمائها عشان ما ندخلش. يعني أنا الحين لما ما تقرأش أكتب أي حاجة اللي يقولوا لي أنت ضد الإصلاح وأنت تشتي اجتثاث الإصلاح، وما أقدرش أتكلم ضد أبو العباس اللي يقولوا أنت متحامل وأنت بتدافع عن الإصلاح. أول حاجة نسمي الأشياء بأسمائها. نعم. تمام. النقطة الثانية، أصبح معروف جدا أن العباس بتساعده الإمارات وشوية السعودية، وأصبح معروف أنه بالرغم منه الإصلاح بيرفع من مظاهراته صور أولياء العهد، لكن الود مفقود ما بينه وما بين السعودية والإمارات. نعم. وأصبح معروف أنه معانا محافظ، وأنا أعرف محافظ نبيل الشمسان شخصياً، ومعانا وكيل أول للمحافظ، وأنا أعرف عبد القوي المخلافي شخصياً، الاثنين جلست معاهم وخزنت معاهم عدة مرات في تعز، بالرغم أنه نبيل الشمسان ما بيخزنش. يعني نعرف الناس هذول، نحن نعرفهم، دخلنا بيوتهم ودخلوا بيوتنا، الضايف من عندهم والضايفوا عندنا، دخلت بيوتهم كدكتور وكضيف وكصديق، وهم دخلوا بيتي كضيوف وكأصدقاء. إحنا مش من المريخ ذا الحين. طيب يعني هذه التوصيفة الجميلة دكتور عبد القادر يؤسفني أن تتحول إلى ما يحدث اليوم. يعني أنا ربما لا أعرف تعز كثيرا، عرفتها من خلال أبنائها، من خلال تعاملي معهم، من خلال ثقافتي، من خلال أدبهم، من خلال كتاباتهم، لكن ما يحدث الآن لا يمثل تعز بصورة أو بأخرى، لا يمثل المدينة الحالمة، لا يمثل عاصمة الثقافة اليمنية، لا يمثل شيء حقيقة. يعني هل يعقل أن لكي أسيطر على مساحة أو مربع من الكيلومترات أن أنسف الجهود العظيمة التي ذكرتها؟ قمت بتحرير المدينة من ميليشيا الحوثي التي أتت لتغتصب الأرض، والآن يعني أعود لإخوتي لكي أتقاتل معهم على هذه المنطقة التي قمت بتحريرها. هذه مش تعز، اسمعك حق، هذه مش تعز، أكتب أنا عدة مرات هذه مش تعز، وقلنا أن إحنا لازم نرجع لتعز، نرجع لها وجهها. هذه مش تعز، أنا ما أعرفش. يعني الناس اللي الآن قد في حاجة اسمها عنف كلامي في الوسائط الاجتماعية، ما تتقرأش تقول حاجة إلا
في ناس سيدات وآنسات وناس عمرهم ما مسكوا السلاح بيستعملوا حتى عنف كلامي في الوسائط الاجتماعية، وفي ناس اللي كانوا ناس طيبين ونعرفهم بالاس مرة ثانية بيتراشقوا في شوارع تعز بالسلاح. معانا مشكلة. أنا اليوم كتبت مقالة، عملت صورة قوية للي بيحصل في تعز. بكل أسف، بكل أسف، محور إيران محاصر لتعز وبيقصفها من الخارج، وحتى هذا أنا أعرفهم شخصياً وأعرف أسرهم ودخلوا بيتي وأنا دخلت بيتهم، الحوثيون والمتحوثون. وداخل تعز محسوبين علينا أبطال السنة، وأنا ما أحبش الأسماء هذه، بس هذا اللي حصل، السلفيين والإخوة المسلمين أو الإصلاح بيتضاربوا مع بعض. هذولاك الآن محسوبين، جزء محسوب على قطر وتركيا، بالرغم أنهم بيرفعوا صور أولياء العهد، وهذولك مؤكد أنهم الإمارات والسعودية على الأرض، في حاجة اسمها على الأرض، في حاجة اسمها ما يقوله الناس والشعارات واليافطات والمظاهرات، في حاجة اسمها على الأرض. طيب إذن هذا وضع ردي، أنا موافق معك أن مشتعز وأن هذا وضع ردي، وموافق معك ولا شزيد عليها أنه لا الرئاسة ولا الحكومة ولا التحالف بينقذوا تعز من مأساتها ولا من مأزقها اللي هي فيه. الكلام الصح أنه هذول اللي بيتبادلوا الاتهامات مع بعض، مشتعل الوسائط الاجتماعية بتراشقهم الكلامي والعنف الكلامي والاتهامات المتبادلة بالعمالة والدعشنة والإخوانجية والحاجات اللي هي أصلاً كلها دخيلة عليه. هذا اللي يجلسوا سوا زي الناس ويتفهموا مع بعض، ما فيش حاجة اسمها أنا الدولة، أنا الشرعية، أنا ذا، وصاحبي هناك وأخي هناك قدوا ضد الشرعية، بينما هو أصلاً يعني آخر حاجة الآن قبل ساعة أنا قريت رسالة من المحافظ لوكيل المحافظ الأول يقول له ما فيش حاجة اسمها حملة أمنية. أول حاجة يحل المحافظ يرجع تعز ويتفاهم مع وكيله الأول قبل ما نبدأ نفتي بين هذول اللي ضربوا بالشوارع اللي فوق. وقبل ذلك اسمح لي دكتور يعني للمقاطعة، وقبل ذلك يعني نود أيضا أن نعرف ما موقف الشرعية مما يحدث، يعني ما موقف الرئيس، ما موقف القيادات العليا العسكرية، ما موقف الحكومة، وكأن ما يحدث يعني أنا لا أدري حقيقة، يعني وصلت إلى مرحلة استياء ومرحلة يأس غير عادية. في كل حلقة نناقشها نجد غياب فعلي للشرعية، يعني تتساقط المناطق يوم بعد آخر بيد ميليشيا الحوثي، ما يحدث في تعز وكأنه أمر لا يعنيهم تماما. ما هي الشرعية إذن؟ معك حق، من يقدر يخالفك في الكلام هذا اللي أنت قلتي؟ يعني أنا إيش ممكن أزود على الكلام اللي أنت قلتي؟ جبهات بتسقط، أربع محاور في على الضالع، الحشاء بتسقط وبتروكها لوحدها، مربع الزهر، أسماء محاور مش قادرين حتى نحتفظ بها في ذاكرتنا. وفي كل مكان الحوثي بيحقق مكاسب، والشرعية ما بتحسش إنه معها مخابرات ولا معها جيش ولا معها أمن ولا معها فكر سياسي ولا معها. في آخر حلقة أنا كنت معاكي كنت بتقولي أهمية البرلمان، هذا هم عملوا المجلس النواب وعملوا البرلمان، إيش استفدنا منه؟ تمام، المهم الأرض، الشرعية غير موجودة على الأرض، إنها تيجي تدور لي أشياء في الهواء، ما هذا ما هوش تواجد، لمجرد إنه يحتل الصور والمواقع والنشرات الأخبار لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة، هذا مش إنجاز. الإنجاز هو الجبهات، هو المواقع وحل هذه المشاكل. باقي حاجة ثانية كمان أضيفها لك بتساؤلك، للحين إحنا معنا مليون حاجة وحاجة في تعز وفي اليمن، بس على رأسهم ثلاث حاجات بالعدد. واحد الأمن، اثنين الخدمات، ثلاثة التحرير. بكل أسف الثلاث أشياء هذه معطلة، مستعد أجلس أكررها مليون مرة، ولا حد بيخدمهن. كل هذول المتصارعون سميتهم مربعات سكنية ولا مربعات أحياء ولا جبهات ولا مسميات ولا أحزاب، ولا منهم فائدة للثلاث المحاور هذه، محاور الأمن والخدمات والتحرير، ومتوقفة، لا في أمن ولا في خدمات ولا في تحرير لسنوات.
إذا وصلت إياك دكتور عبد القادر الجنيد للأسف إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من كندا. وربما كلمة أخيرة أعزائي المشاهدين لأبناء تعز، اتقوا الله في تعز يا أبنائها، يعني لا يعقل أن يتم التفريط بها بهذا الشكل نتيجة أطماع لا أدري كيف أسميها. هناك من يموت دون سبب غير أنه وجد في هذه في هذا المربع أو ذاك. شكرا جزيلا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين، لألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.